انتي فهمت بقى على سيسكو ان احنا شغالين بروتوكول ايه؟ سيسكو ما بتعملش اساسا سبورت لبروتوكول السبانينج تري بروتوكول، الكومون سبانينج تري بروتوكول اللي احنا بنسميه بالمناسبه كومون سبانينج تري بروتوكول اللي احنا بنسميه فيرجن 1. تمام. امال سيسكو بتعمل سبورت لمين؟ بروتوكول اسمه بي في اس تي فيرفيلين سبانينج تري بروتوكول. فكرته هي نفس الفكره بتاعت اللي احنا اخدناه دلوقتي، بمعنى ان انا هيبقى عندي مثلا سويتش، تو سويتشز متوصلين ببعض زي مثلا بتو لينكس اس 0 على 1 واس 1 على 0. هفترض الناحية التانية ان هو اس 0 على مثلا 3 واس 0 على 2 مثلا. خدوا بالكم انا عكست في بورت اي ديز هنا، يعني الرقم ده هنا ده الاقل لكن الناحيه الثانيه ده الاقل. تمام. سويتش 1 افترض ان ده الروت وسويتش 2 ده النون روت سويتش. معنى كده ان فور اول في لينز الديفولت بتاعي ان سويتش الروت سويتش هيبقى واحد بس. ليه؟ لان تاني ايا كان اساسا قيمة الفيلان اللي انا هستخدمها هيحصل طايف البريورتي، ما هي البريورتي كام؟ 32768 بلس قيمة الفيلان اي دي اللي هي الاوفست نمبر. تمام. يبقى الديفولت بتاعي انه هيحصل طايف البريورتي على كل الفيلان. طب ساعتها هيبصوا على مين؟ الماك الاقل. سويتش واحد هفترض ان هو صاحب الماك الاقل، يبقى سويتش واحد ده هو الروت بالنسبة لكل الفيلانز عندي. طب انا مش عاجبني ده، انا معنى كده ان بالنسبة لسويتش 1 هيبقى هو روت بالنسبة لمثلا 100 فيلين. هفترض ان انا شغالة في انتربرايز ضخمة شوية فيها 100 فيلين، سويتش 1 عليه الروت كده بالنسبة لل 100 فيلين. فانا ممكن اخلي دلوقتي سويتش 1 هيبقى هو روت بالنسبة لفيلين من واحد زي مثلا ل50، لكن سويتش 2 ممكن بايدي ان انا اخليه بقى هو روت بالنسبة لفيلين من 51 لغاية المين. تمام. نعمل الكلام ده ازاي؟ احنا اتفقنا تاني ان سويتش 1 هو الديفولت اساسا الروت بالنسبه لكل الفيلانز، وبالتالي كل الانترفيسز اللي عليه اساسا هتبقى في حاله الديزجنيتد فورورد، وده برده في حاله الديزجنيتد فورورد. طب سويتش 2 واحد بورت فيهم هيبقى هو في حاله الروت، وبالنسبه للفيلان الثانيه هيبقى او سوري والبورت الثاني هيبقى في حاله البلوكينج. انهي واحد في دول هو اللي هيبقى الروت؟ نفكر فيها تاني كده مع بعض. سويتش 2 عليه 2 انترفيس، اس 0 على 3 واس 0 على 2. انهي واحد فيهم اللي هيبقى الروت؟ احنا اتفقنا قبل كده انه بيبص على الكوست الاقل. الاثنين الكوست بتاعهم متساوي 100 لان الطرفين اساسا اثرنت، فالكوست بتاعهم 100 حصل طول. ساعتها هيبص على البريوريتي الاقل للسويتش اللي هو طالع منه. تمام. مين السويتش الاقل؟ هو كده كده طالع من نفس السويتش اللي هو سويتش 2 برضه حصل طول. هيبص على الماك الاقل برضه الاثنين طالعين من نفس الماك حصل طول. فساعتها هيبص على البورت اي دي الاقل، بس الفكره البورت الاي دي الاقل مش ليا، امال لمين؟ للداون ستريم سويتش. البورت اي دي للداون ستريم سويتش. يعني ايه الداون ستريم؟ يعني السويتش اللي انا برمي عليه سويتش واحد. يعني في حالتي سويتش واحد عليه اتنين بورت، اس 0 على واحد واس 1 على 0، مين اللي اقل؟ دايما ببص على الليست سيجنيفيكانت بت، فلقيت دلوقتي ان اس 0 على 1 ده الاقل. يبقى معنى كده ان البورت اللي قصاده اللي هو ده هو ده اللي هيبقى في حاله الروت بورت، واللي تحت ده كده هيبقى في حاله مين؟ البلوك. البلوك بورت ده باي ديفولت على كل الفيلينز. معنى كده ان كل الفيلينز هتمشي في السلكه دي، والسلكه اللي تحت دي ملهاش اي لازمه بالنسبه لي. فقال لك طب ما انا تاني ممكن اخلي سويتش 2 هو الروت بس بالنسبه لمجموعه تانيه من الفيلينز اللي هي فيلان من 51 لغايه ال 100. ساعتها كل الانترفيسز اللي عليه بالنسبه للفيلانات من 51 لغايه 100 هتبقى في حاله الديزجنيتد، هتبقى في حاله هنا الديزجنيتد. تمام. طب والسويتش اللي قصادي واحد هيبقى في حاله الديزجنيتد والتاني هيبقى في حاله البلوك، انهي واحد اللي هيبقى في حاله الروت؟ واحد هيبقى في حاله الروت وواحد هيبقى في حاله البلوك. انهي واحد اللي هيبقى في حاله الروت؟ الاي دي الاقل، بس مش ليا، للداون ستريم سويتش. سويتش واحد بيرمي على سويتش 2، سويتش 2 مين الاقل عليه؟ اس 0 على 2. يبقى البورت اللي تحت ده ده اللي هيبقى الروت، وبالنسبه للفوق ده اللي هيبقى ايه؟ البلوك.
تاني. الفيلانات اللي باللون الاسود هتمشي كلها في السلكه اللي فوق دي. دي الطريقه ده الطريق اللي مفتوح قدامها. لو جت تمشي تحت بلوك اهو اسود في وشها، تمام. لكن الفيلانات من 51 لغايه 100 هتمشي ازاي؟ في دي الاحمر اهو مفتوح في وشها، لكن لو جت تمشي فوق ده الطريق اللي فوق ده كده بلوك بالنسبه لها، تمام. ده بروتوكول البي في اس تي. للدقه بقى، سيسكو عندها تو فليفرز من بروتوكول البي في اس تي. بروتوكول البي في اس تي الاصلي بي في اس تي، وده بس بيسبورت بروتوكول الاي اس ال، وبروتوكول البي في اس تي بلس وده بيسبورت بروتوكول اي اس ال، وبيسبورت بروتوكول الدوت 1 كيو. يعني من الاخر سيسكو بتعمل دلوقتي سبورت لمين؟ للبي في اس تي بلس. طب اساسا ده الديفولت على سيسكو زي ما اتفقنا، تمام. طبعا بغض النظر عن الاي او اللي انا شغال عليه ده، لو قلت له هنشوف سبانينج تري لقيته شغال الديفولت رابيد سبانينج تري بروتوكول. طب لو حبيت ان انا اغيره، جاست ان انا هنزل تحت الكونفيجريشن مود واقول سبانينج تري مسافه مود. البوكس ده مثلا بيسبورت 3 فليفرز من بروتوكول السبانينج تري، مالتيبل سبانينج تري هناخده ربنا يسهل المره الجايه ان شاء الله، والبي في اس تي والرابيد بي في اس تي. طب احنا دلوقتي هنرول باك على البي في اس تي، هاخد الامر ده نطبقه على كله. اتاكد ان هو كده اشتغل على الكل. انتر. رجع تاني رول باك فعلا على بروتوكول مين؟ الاي تريبل اي. اي تريبل اي يبقى ده الليجاسي سبانينج تري بروتوكول. طبعا مش الكومن سبانينج تري لان سيسكو مش بتعمل له سبورت. بالمناسبه كان ممكن اقول له برده هنا كده شو سبانينج تري سامري، بيديني معلومات ان ديتيلز شويه، من ضمنها مثلا بيقول لي دلوقتي ان السويتش بتاعي از ان بي في اس تي مود. على كل السويتشز دلوقتي انا عملت لها رول باك يرجعوا تاني يشتغلوا على البي في اس تي. واغلب سويتش سيسكو الديفولت بتاعها اساسا بي في اس تي مش رابيد سبانينج تري زي الاي او يو اللي انا شغال عليه، تمام. نكريت كده اي فيلانز، مجموعه من الفيلانز عندي على السويتشز دي. في مثلا هكريت فيلان مثلا 10 20 هنا دلوقتي في لين واحد. تاني كده شو سبانينج تري، انا مش لاقيه ولا انستانس نهائي ولا سبانينج تري خالص الا الفيلن واحد بس. بمعنى لو قلت له دلوقتي هنا شو سبانينج تري بالنسبه لفيلن واحد كلهم ليهم انستانس لفيلن واحد، تمام. لكن لو انا جيت دلوقتي هنا تاني قلت له شو سبانينج تري فيلان، انا كريت 10 و20 و30، نو انستانس نو انستانس، مفيش ولا انستانس اساسا لفيلان 10 رغم ان انا متاكده ان فيلان 10 اوريدي اكزيست. شو فيلان بريف 10 و20 و30 اكزيست. حد عنده اني ايديا اساسا ليه ما اتكريتتش دلوقتي او ليه ما ظهرلهاش سبانينج تري؟ في مشكلة دلوقتي خلت الفيلان 10 بالظبط الترنك. الترنك اساسا هو اساس المشكلة كلها. عشان كده دايما كنت بقول لكم اول حاجة تخطر في بالكم اوله قوموا اساسا الابلينكس ما بين السويتشز، يعني الانترفيسز اللي ما بين السويتشز بنسميها ابلينك، قوموها دايما ترنك، تمام. فكان عندي المشكلة دي، يبقى الاول اقوم ترنكينج على الانترفيس رينج. في مثلا هقوم ترنكينج على الانترفيسز دي، ده وده وده، عشان نتاكد فعلا في انستانس ظهر لها ولا لا. يبقى 1 على 2 و2 على 1، وبعد كده اوتو سويتش بورت مود سي مثلا دايناميك ديزايربل. اتاكد كده ان شو الانترفيس ترانك
كده حصل ترانكينج على كل الانترفيسز الستة انترفيس اللي موجودين معاهم. وبالتالي انا لو قلت له دلوقتي شو فيلان 4 فيلان 10 ظهر لها انستنس، 4 فيلان 20 كده فعلا ظهر لها انستنس. واي واحد فيهم شو فيلان شو سبانينج 4 فيلان 10 المفروض كده ظهر لها فعلا انستنس. تمام، باي ديفولت هلاقي ان سويتش 1 هو الروت بريتش بالنسبه لكل الفيلانز. فيلان 10 هو الروت بريتش، فيلان 30 هو روت سويتش على كل الفيلان. طب انا هفترض دلوقتي في التوبولوجي بتاعي ان انا عايز اخلي سويتش 2 ده الروت سويتش بالنسبه لفيلان 20، سويتش 3 بالنسبه لفيلان 30، سويتش 4 هو روت سويتش بالنسبه لفيلان 40. نجرب كده الكلام ده، احنا شفناها اوريدي في الوورد كونفيجريشن مود. هقول سكاننج 3 بالنسبه لفيلان، وقلت لكم هنا مش شرط ان انا اكتب فيلان واحده، ممكن ان انا اديله كمان رينج من الفيلان زي مثلا بالنسبه لفيلان 10، ممكن زي ما قلت لكم اخليه هو الروت برايمري او سبيننج 3 فور فيلان 30. هخليه مثلا اقول له انت البريورتي بتاعتك، وقلت لكم ان انا مش شرط ان انا احفظ بعد مثلا 96، مش شرط ان انا احفظ الانكريمنتس، اي رقم وبعد كده جرب انت او اختار اي واحد بيك اب اي واحد منهم. تمام، واقول له مثلا نخليه مثلا كام، اديله اي رقم كده بريورتي اي رقم غلط، ونبيك اب رقم من الليسته اللي ظهرهولي. تمام، لو جيت دلوقتي عليهم هنا كلهم وقلت له شو سبيلينج 3 فور فيلان 10، سويتش 1 هو الروت. طب بالنسبه لفيلان 20 المفروض كده سويتش 2 هو الروت. ليه؟ انا قلت له انت البرايمري، طالما قلت له انت البرايمري او اي قلل قيمه البريورتي مرتين 4096. طب بالنسبه لسويتش او فيلان 30 سويتش 3 هو كده الروت بالنسبه لها، وبالنسبه لفيلان 40 هو كده فعلا سويتش 4. احنا ما كناش اوريدي كريتنا سوري فيلان 40، يبقى فيلان 30 اخري. تمام، نكريت فيلان 40 ساعتها هيصير لها انستانس عادي جدا. تمام، طيب ده بالنسبه لبروتوكول البي في اس تي. طب سي دلوقتي ان انا حبيت، طب هوقف اوكي. طيب نرجع هنا تاني، لو حبيت بقى ان انا اغير التايمرز. تمام، يعني على سبيل المثال لو قلت له هنا شو سبيننج، تعالوا نركز مثلا فور فيلان 10، لقيت ان التايمرز بتاعتي ده الروت سويتش بالنسبه للفيلانز دي، الهيلو 2 سكند، الماكسيموم اتش 20، الفورورد دي 15، دي التايمرز اللي اتكلمنا عنها باي ديفولت. مفيش اي سبب منطقي اساسا يخليني ان انا اغير التايمرز دي على النون روت سويتش، لان النون روت سويتش اساسا ما بيبعتش الهيلو. مين الوحيد اللي بيبعت الهيلو؟ روت سويتش. هو مش هيديني ايرور، بس كل اللي فيها ان القيم الجديده اللي انا غيرتها على النون روت سويتش مش هتاخد اي افكت، مش هيبقى ليها اي لازمه الا في يوم من الايام لما بقى هو اساسا روت سويتش، ساعتها القيم بتاعته هي اللي هتك افكت. بمعنى انا سويتش 1 دلوقتي هو الروت بالنسبه لفيلان 10، لو انا حبيت ان انا اغير التايمرز عليه هقول له سبيننج 3 4 فيلان 10. تمام، ادي التايمرز ماكسيمم ايج فورورد ديلي والهيلو. سي هغير مثلا الهيلو، هخليها مثلا بدل ثانيتين اخليها 3، ونغير الماكسيمم ايج هخليها 15 مثلا، واغير مثلا الفورورد ديلي هخليها 10، وابقى عارفه كويس جدا ان 10 دي معناها 20. لو جيت قلت له المره دي شو سبيلينج 3 فور فيلان 10، فعلا التايمرز اتغيرت. تمام، التايمرز اتغير. لو رحت على سويتش 2 وقلت له شو تاني 3 فور فيلان 10، فعلا عمل ديتكت لمين؟
للقيم الجديده. المعلومات اللي فوق دي اتفقنا ان هي بتاعه الروت سويتش ذات نفسه، لكن بالنسبه للسويتش اللي انا واقف عليه اللي هو سويتش 2 التايمرز ما اتغيرتش. طب لو انا جيت على السويتش التاني ده وغيرت عليه التايمرز بقيم مختلفه بالنسبه لفي لان 10، يبقى هقول له هنا ايه؟ فيلين 3 4 فيلين 10 في مثلا اخلي الهيلو في مثلا 4 ثواني الماكسيمم ايج نخليها مثلا 18 الفورورد ديلي في مثلا نخليها 6 اشهر تمام. لو قلت له المره دي شو سبانينج تري فور ديلي 10 التايمرز هنا اتغيرت صحيح، بس لو رحت على اي سويتش تاني قلت له شو ديلي 10 شو سبانينج تري فور ديلي 10 doesn't take effect ولا ليها اي لازمه. تتيك افكت امتى؟ وقت ما يبقى سويتش 2 يبقى هو الروت بالنسبه لفيلان 10. يعني قلت له هنا سبانينج تري بالنسبه لفيلان 10 خليك انت الروت البرايمري. خدوا بالكم انا كنت مغيره القيم عليه خليتها 4 ثواني و18 و16. لو قلت له عليهم كلهم دلوقتي شو سبانينج تري فور فيلان 10 هي التايمرز عندي اترستت، انا كنت مخليها فور فيلين 10 ذا سويتش از ذا روت. ايه اللي حصل هنا؟ التايمرز رجع تاني اترستت ولا كاني عملت حاجه. يبقى انا كنت محتاجه فعلا ان انا اعمل ايه بعد ما اخليه هو الروت ارجع تاني اغير التايمرز بتاعتي. لو رحت دلوقتي على اي سويتش منهم وقلت له شو فيلين بين 10 فعلا سمع التايمر زي تمام. يبقى كون ان انا اغير التايمرز على نون روت سويتش ولا ليها اي لازمه الا لما يبقى الروت سويتش اساسا هيبدا يضيع القيم اللي عنده، بس طبعا اتعمل لها ريسيت ومحتاجه ان انا اغيرها تاني تمام. دي طريقه عشان اغير بيها التايمرز. في طريقه تانية في طريقه تانية اللي هي لو نفتكر كده الهيراركال ديزاين موديل. الهيراركال ديزاين موديل كان فكرته عباره عن ايه؟ ان كان بيبقى عندي طبقه من اللاير 2 سويتشز تمام. انا افترض ان الشبكه بتاعتي شبكه كبيره شويه لدرجه ان فيها اساسا 2 لايرز من الاكسس لاير ومنطقه ديستريبيوشن ومنطقه كوف ومنطقه ديستريبيوشن ودي 2 لايرز من الاكسس. هي الناس لما عملت التايمرز دي سيسكو لما عملت التايمرز دي ما عملتهاش هزار. ده اكسس ده اكسس ده ديستريبيوشن ده الكور بتاعي ديستريبيوشن اكسس اكسس. المفروض دلوقتي ان كل سويتش بيبعت له قد ايه؟ كل ثانيتين. طبعا الريكومندد في الديزاين اللي قدامي ده ان الروت سويتش اساسا يكون هو الكور سويتش، بس انا هفترض ان السيناريو اللي انا وقعت فيه سيناريو سيء واختاروا السويتش الاولاني ده سويتش 1 ده اللي هو الاكسس سويتش ده ان هو ده الروت. الروت بيبعت له كل قد ايه؟ ثانيتين. ادي ثانيتين على ما يوصل اساسا للسويتش اللي تحت دي الهيلو توصل للسويتش اللي تحت خالص ده. ادي السويتش التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع سبع سويتش اهم في ثانيتين. يبقى كده كام؟ 2 في 17 2 سوري في 7 ب 14 ويزودوا واحده كده من عندهم يبقى كده 15 ثانيه. عشان كده خلوا قيمه الفورورد ديلي اساسا ب 15 عشان الديزاين ده لو حصل اساسا عندي طبقتين من الاكسس او طبقتين من الديستريبيوشن وات ايفر وواحده اكسس وتبر. ما اعتقدش هيبقى فيه توبولوجي اكبر من كده تمام. معنى كده ان انا لو غيرت عدد السويتشز ده عدد السويتشز ده بالمناسبه بنسميه دايامتر. دايامتر معناه عدد السويتشز اللي انا هنط عليها عشان اوصل للديستنيشن. يعني مثلا اكسس 1 واكسس 2 لو عايزين يوصلوا لبعض الدايامتر هنا بكام؟ بسبعة. يبقى كلمه دايامتر معناها عدد السويتشز اللي انا هنط عليها عشان اوصل من السورس للديستنيشن. فلو انا جيت دلوقتي هنا على سويتش 2 ده اللي انا خليته الروت مثلا
وقلت له انت السبانينج تري فور مين هنا 10، وانت الروت البرايمري لو استخدمت الهيلب هلاقي فيه هنا اوبشن اسمه دايامتر. الدايامتر الديفولت كام؟ 7. طب لو انا خليته مثلا 4 لوحده اساسا، لو قلت له شو سبانينج تري فور في لين 10 لوحده اساسا هلاقيه غير لي قيم ايه؟ الفورورد ديلي. تمام، انا خليتها بكام؟ ب4، 2 في 4 ب8، ويزود ثانيه او ثانيتين كده من عنده. تمام، لما بغير تاني قيمه الدايمتر بيلعب في قيمه الماكسيمم انش وبيلعب في قيمه الفورورد ديلي، وطبعا نظرا لان انا روت فالقيم دي هتسمع على بقيه السويتش، سمعتها على بقية السويتشز. تمام، ده بالنسبة لمين؟ للبير فيلان سبانينج تري بروتوكول.